طيب تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفية بالتعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعالمية مع الزميلة العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة اليوم السابع. مريم صباح الفل عليكي وسامعينك، وهاتي ما لديك من أخبار وعناوين ومنشطات، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا بيتجدد اللقاء الصحفي وأبرز المنشطات والعناوين الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. طبعا هنبدأ بالمنشطات اللي تناولت فوز النادي الأهلي على أبو قير للأسمدة في الدور الثمانية لبطولة كأس مصر. البداية من موقع اليوم السابع، الأهلي بيهزم كفاح أبو قير للأسمدة ويصعد لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي الكأس. طبعا موقع اليوم السابع يعني تناول خبر أو صعود فريق النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز أمس السبت على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد برج العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وبذلك بيلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي في 1 ديسمبر المقبل. كمان من موقع في الجول، ثنائية سليمان تهزم اجتهاد أبو قير في بروفة الأهلي الأخيرة قبل نهائي القرن. تناول موقع في الجول أن المباراة التي أقيمت أمس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر كانت عبارة عن بروفة للنادي الأهلي قبل طبعا أن يخوض مباراة النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل. كمان الموقع في الجول أن قبل 6 أيام من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك على نهائي دوري أبطال أفريقيا، تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب أبو قير للأسمدة بالفوز عليه بالمباراة اللي وصفها موقع في الجول بأن هي مباراة متكافئة على استاد برج العرب 2-1. وطبعا يعني ذكر موقع في الجول أن وليد سليمان سجل مرتين في الشوط الأول. من موقع سوبر كورة، بعد ثنائية أبو قير وليد سليمان رابع هدافي الأهلي التاريخيين في كأس مصر. أصبح وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي رابع هدافي الفريق في بطولة كأس مصر بعد يعني إحرازه أمس هدفين في المباراة التي جمعت بين الأهلي وأبو قير للأسمدة. طبعا يأتي ترتيب هدافي الأهلي في بطولة كأس مصر كالتالي: الأول عماد متعب ب 19 هدف، وأبو تريكة بتسع أهداف، ومحمد فضل في المركز الثالث بثمان أهداف، وليد سليمان أصبح في المركز الرابع برصيد 6 أهداف بالتساوي مع عمرو جمال وخالد بيبو. ننتقل لأخبارنا العالمية اللي كان ليها الحقيقة يعني نصيب الأسد في أغلب المانشيتات النهاردة. من موقع CNN Sports، فوز توتنهام على مانشستر سيتي وتصدر للدوري الإنجليزي. ارتقى توتنهام إلى قمة الدوري الإنجليزي بريمير ليج مؤقتا بعد الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت أو جمعت الفريقين أمس السبت ضمن الجولة التاسعة من المسابقة على استاد توتنهام هوتسبير. رفع توتنهام رصيده بهذه النتيجة إلى 20 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، ده مؤقتا قبل مواجهة ليستر سيتي وكمان ليفربول، واللي قد تدفع الفائز بالصدارة أو التساوي مع السبيرز على القمة. واصل مانشستر سيتي معاناته في جدول الترتيب علشان يبقى في المركز العاشر برصيد 12 نقطة وليه مباراة مؤجلة. من صحيفة سبورت، كانت الخسارة الجديدة لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد هي العنوان الأبرز. صحيفة سبورت الكتالونية يعني انتقدت طريقة الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أنه يحتاج إلى الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة، ده طبعا بعد هزيمة برشلونة أكتر من مرة خلال الفترة الماضية. كمان صحيفة سبورت قالت أن كومان عنده نقطة ضعف واضحة جدا في محور خط الدفاع في الفريق. كمان
كمان قالت انه مع الاصابات اللي ضربت الفريق كان ده ليه تاثير كبير جدا او سبب في الخساره اللي تعرض ليها برشلونه. طبعا يعني ابرزت صحيفه سبورت الاصابات اللي ضربت بيكي وامتيتي، ولم تتوقف الصحيفه كمان عن انتقاد كومان، بل انتقدت كمان يعني اغلب لاعبي الفريق وقالت ان هم ما بيأدوش احسن ما عندهم وكمان محتاجين جهد كبير جدا خلال الفترة المقبلة عشان يرجع برشلونة يحقق أهداف أو يحقق فوز خلال الفترة المقبلة. كمان من بوابة فيتو أتلتيكو مدريد يكسر عقدة برشلونة ويهزمه بهدف. التقرير اتكلم على أن الأرجنتيني دياغو سيمواني المدير الفني لأتلتيكو مدريد كسر عقدته أمام برشلونة بالفوز عليه لأول مرة في الليجا بهدف دون رد مساء أمس في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة. الحقيقه ان يعني بالبحث يعني في الصحف والمانشيتات اغلب الصحف العالميه كانت بتتكلم عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورغبته في العوده مره اخرى لصفوف ريال مدريد ومغادره نادي يوفنتوس، لكن يعني العنوان الابرز او اللي تناول التقرير بشكل وافي كان من صحيفه ماركا الاسبانيه، كان كريستيانو رونالدو لا يخفي تحركاته اتجاه ريال مدريد. اتكلم التقرير على ان يعني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يعتبر بعد ما غادر ريال مدريد وخلاص كان بالنسبه له الموضوع في النسيان، لكن هو ابتدى ان هو سلوكه يتغير تماما وكمان ابدى رغبته في العوده من جديد الى ريال مدريد، ده طبعا بعد مغادرته لنادي ريال مدريد في 2018، ومن ساعة لما غادر أو يعني منذ ذلك الحين لم يرغب في معرفة أي شيء عن الفريق ولا حتى عن قادة النادي ولا عن زملائه. ولكن يعني أكتر اللي ظهر على رونالدو في هذا الوقت إنه هو غاب كمان عن حفل توزيع جوائز الأفضل، ولكن ماركا ذكرت إن تغيرت كل مفاهيم رونالدو وعاد مرة أخرى عندما تواجد في سانتياغو برنابيو لمشاهدة الكلاسيكو يوم 1 مارس الماضي، ودي كانت البداية اللي يعني بتبين قد إيه كريستيانو يريد العودة مرة أخرى إلى صفوف ريال مدريد. كمان ده بعد ما كانت انقطعت كل العلاقات بكل القائمين على النادي. كمان أكدت ماركا إن هو التقط صور عديدة جدا ونشرها على سواء انستغرام او تويتر او مختلف المواقع الرسميه لي على التواصل الاجتماعي مع اغلب يعني لاعبي الفريق وابرزهم سيرجيو راموس. كمان كل ده بيتزامن مع الشائعات اللي خرجت في رغبه كريستيانو رونالدو ان هو يرحل عن نادي يوفنتوس، خاصه ان نادي يوفنتوس اعلن مؤخرا ان هو بيعاني من ازمه اقتصاديه نتيجه لانتشار كوفيد 19 او فيروس كورونا اللي هتخلي أو هتتسبب في تخفيض مرتبات أغلب يعني لاعبي النادي، وكمان النادي هيعاني من أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من مقر جريدة اليوم السابع على المستوى العالمي والمحلي. بشكركم جدا العودة للاستوديو الآن. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا لزميلي العزيزة مريم سميح، كالعادة أخبار كافية ووافية الحقيقة. احنا عندنا مراسلين جامدين يا بيه، صحيح احنا ما عندناش أي حد، ناس بروفيشنال. شكرا ليك يا مريم، شكرا ليك يا مي، أو شكرا ليك يا مي. صباح الخير.